اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تحليه سريعه وصحيه من غير بيض ومن غير نشويات، نباتي وكمان من غير جلوتين، ما فيهاش اي دقيق ولا شوفان ولا شعير، وهتكون كمان مناسبه جدا للسكريين والمرضى حساسيه الجلوتين. استخدمت فيها العدس، شايفينها هي كمان هتكون مغذيه ومشبعه جدا وتدفي في الشتاء، وكلها فيتامينات وفوائد. استخدمت كمان فيها البطاطا، هقول لكم كميه العدس اللي احنا استخدمناها قد ايه. بس الاول انا البطاطا هنا لازم تكوني سلقاها، ما ينفعش تكون مشويه. لو عايزه تقللي وزنك لازم تستخدمي المسلوقه، او مريض سكر يستخدم تكون مسلوقه. المسلوقه هي اللي مش بترفع سكر الدم وكمان مغذيه جدا ومفيده، بس اهم حاجه تكون زي ما قلت لكم مسلوقه مش في الفرن. فهاخد بقى بعد ما اقشرها كده وهضيفها في الخلاط. طبعا العدس لازم تكوني نقعاه 12 ساعة وهتصفيه وهتغسليه وتصفيه، والنقع مهم طبعا عشان ما يتعبش القولون. بعد ما خدت البطاطا المسلوقة بالشكل ده وحطيتها في الخلاط، هحط عليها كوباية الا ربع من عصير البرتقال. شايفين بقى الفيتامينات والفوائد، وهاخد كمان بشر قشر برتقالة. التحلية دي للي نفسه فيها يأكل في حاجة حلوة بالليل وما تزودش وزنه، ياخد منها قطعة يعني مرضية جدا. هاخد بشر القشر بس، مش هاخد القشرة التحتانية البيضة، هاخد بس اللي لونها اورانجز. هضيفها هي كمان البشر القشر ده، هضيفه في الخلاط مع البطاطا وكوباية الا ربع عصير. طبعا طعم العدس مش باين ولا طعم البطاطا، اللي باين هي ان هي تحلية طعمها بالبرتقال فلذيذة جدا. ضفت بقى كمان العدس بعد ما اتنقع، وحطيت معلقة من البيكنج باودر وتلات معالق من السكر، سكر ستيفيا. ممكن تستخدمه اي تحلية تانية، بس لو مريض سكر لازم يستخدم سكر ستيفيا او اي سكر للدايت بيرتاح فيه. هضربهم بقى كده في الخلاط مع بعض، شايفين بيتضرب بكل سهولة. فكوباية الا ربع من عصير البرتقال هنا السوائل بتاعتي اللي هتخلي الخلاط يتحرك كده ويتضرب. هنشوف بقى قوام الخليط في الاخر هيبقى كريمي وناعم جدا لما هنخلص، بيطلع بالشكل الجميل ده. شايفين اللون كمان. هفضي بقى كل الكمية في طبق كده، مستخدمناش ولا بيض ولا دقيق ولا شوفان ولا اي نشويات، عشان كده هي مناسبة للناس اللي عايزة تقلل وزنها وتاكل حاجة حلوة وفي نفس الوقت تكون مغذية وما تزودش وزنها، ومناسبة كمان للسكريين ان شاء الله ومرضى حساسية الجلوتين. معايا معلقة كبيرة من السيليوم، وقشور السيليوم دي الياف بتساعد على فقدان الوزن لانها بتنفش في المعدة وبتشبع بسرعة جدا. فلو جعانين بالليل بقى وبردانين تاخدوا قطعة سخنة من دي، هتدفيكوا وهتغذيكوا وكمان مش هتزود الوزن ان شاء الله. هي تبان من بره كأن شكلها كيك، بس طبعا هي مش قوام الكيك ولا طعم الكيك خالص. هجيب بقى الصينية اللي هسوي فيها وهدهن فيها زيت زيتون بالشكل ده، وهحط في القاع بتاعها برتقالة كده ترانشات، وهنزل عليها بالخليط الجميل ده. طبعا الوصفة نباتي وكمان لحساسية الألبان، لا ضفنا فيها بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة خالص، يعني كمان مناسبة لحساسية البيض وحساسية الألبان. وطعمها بقى بالبرتقال رائع، طعم العدس مش ظاهر فيها، محدش هياخد باله، ولا طعم البطاطا ظاهر فيها خالص. هي تحلية كده طعمها لذيذ ومشبعة ومغذية ومفيدة. هساوي كده صينية وهتقعد في الفرن تقريبا ساعة على 180 وهتاخد الشكل الجميل ده. تعالوا بقى نقطعها وادوق واقول لكم رايي. فهنقطعها، بصوا هي بتبقى طالعه طريه كده بالشكل ده. عارفين هي طعمها يعني جديد و يعني هيعجبكم ان شاء الله. الناس اللي بتبقى نفسها تاكل حاجه حلوه وفي نفس الوقت وزنها ما يزيدش، او عايزين ياكلوا حاجه حلوه وما ترفعش السكر، او عندهم حساسية بيض او حساسية البان، هما اللي هيستفيدوا من الوصفة دي. جربوها وقولوا لي رأيكم وبعتولي تطبيقاتكم الحلوة. ده القوام بتاعها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.